هاد الناس تعدوا عليا قتلوا لي امي دخلتها بصحيح حتى تاكل حتى تشرب سمعتيني حتى تاكل حتى تشرب هما في الاخر رزوني في امي ما خلاو ليش امي ما عندي حتى واحد ما عندي خواتات ما عندي خوت عندي هذاك الامي ما هي اللي حط عليها الراس سمعتيني وانا ما طبيبة القلب قالت لي خطأ طبي عندهم هما باش طرى على المشكل من نهار ثلاثة وهي ميتة هما كيحسبوا علينا في النور وتقول لك باقا حية درت ليها راديو قالوا لي امك مهرسة مرش ليها من هنا منين قالوا لي مهرسه قلت لهم واش العمليه غديروها لي غتنجح قال لك ما عندهاش شي مشكل قلت لهم عندها السكر عندها القلب واش مهم غادي هذا قال لك ماشي مشكل المهم جات طبيبه القلب قالت لي عندها القلب مزيان جات السكر طالع عليها ب 4 غرام ما بغاش يطيح دخلوها هي ديك الساعه تزربوا عليها سمعتيني قالوا لي غتخلص مليون و 60000 ريال والحديد حنا الحديد غتشريه لراسك قلنا ماشي مشكل شرينا الحديد طلعت القضيه بجوج المليون ماشي مشكل سمعتيني اختي في الاخر ملي دخلت العمليه ما خرجتش الناس خرجوا وهي ما خرجتش حتى الخمسه د العشيه عاد جاو عندي قالوا لي سيري قلب على الدم قلت لهم علاش ملي قال منين قال لكم الدكتور البراق هو اللي فتح ليها قال ليهم الدم المراه خاصها الدم خاصة الدم هما قال لك حقها كان الدم الدم وهي ما كاين لا دم لا والو خلاتها فرغت على خاطرها وماتت واحد المره فتحت البارح منين خافوا شافوا امي بحال هكاك مشاو قالوا لها تجيب الدم وعاد نفتحوا ليها الحاله اللي عند امي عندها هي المره خرجت وامي ما خرجتش وهذيك فيها الله يسر مات السرطان عندها مسكينه هي اعراض لان الدم عاد خوها به امي من مذوها انا سمعتها كتغوت دابا الناس تقول لي هاد الفلوس انا منين ما نجيب ما لا لا ما عنديش ما عنديش راه ما عنديش انا منين ما نجيبهم لا بغاو يديوني للحبس يديوني انا عندي ثلاثه الدراري ومريضه يلا دير عمليه القلب وهاد المره مسكينه راه ما عندهاش لا شتي حال تتبقى فيك ما عندها حتى واحد غير انا والله انا والله غير انا والله ملي قال لك غدير الكلينيك الدم الاجتماعي غتتعاد غتخلص ملي غدير لك الدم الاجتماعي غنخليها تما وقال لك وما عارفينها بايته قال لك شكون اللي غيضمن لينا غتردوها قلت لك انت ما قلتو غديوها وغتردوها سمعتيني هاد الناس تعدوا عليا قلت لهم عطوني تقرير طبي ما بغاوش جروا علينا نقول لهم عطوني تقرير طبي من نهار ثلاثة وهي ميتة وما كيحسبوا علينا في النور وتقول لك باقا حية ما كيقولكش ماتت البارح اللي قالوا لنا ماتت وخص وفي الاخر ملي ما لقاوش في لاكيس ما حطينش الشيك ملي ما لقاوش اختي الشيك لقاو على كارت رجعوا طلعوها وقال لك خلص ليا دابا جوج المليون وتد وديوها وعاد رجعوا عاوتاني وبقاو تخلصوا قلت لها اختي حنا تفاهمنا على مليون و60 قالت لك لا دخلت الانعاش قلت لها المشكل ديالكم نتوما اللي جا الطبيب قال لي خطا طبي طبيبه القلب قالت لي خطا طبي عندهم هما باش طرى على المشكل جات جلطه في الراس حيت هما ما فهمتي ما عتقوهاش قال لك وقعت لي جلطه دماغيه في دماغها في العمليه ولاني قال لك كاين شي احتمال تقدر شي شويه كل مره كنجيو عندهم كيقول لك شي شويه وهي السيده راه ميته من نهار ثلاث اليوم قال لك ديها دير ليها سكانير ب 50000 ريال ديها لابيلانس ب 50000 ريال ودير ليها سكانير ب 70000 ريال في درب غلف وحنا ما عندناش داكشي اللي كان عندنا راه عطيناه لهم ما تخرجوا من هنا تتخلص تتخلص 4 المليون 4 المليون نعم قال لك تتخلص 4 المليون اختي ولاو تيخلصوا الفلوس عاد حتى ولاو ديوها باش دير السكانير نعتقوها ما بغاوش دابا امي ماتت دفنوها لا ما بغاوش يعطيوها علينا ما خلصتوش ما ديوش ما نديوهاش تبقى عندهم هنا الناس المسؤولين يجيو لعندي حط
حطي النمره ديالي وديروا معايا حل. هاد الناس تعدوا عليا قتلوا لي امي دخلتها بصحيح حتى تاكل حتى تشرب. سمعتيني حتى تاكل حتى تشرب. هما في الاخر رزوني في امي ما خلاو ليش امي ندير ضرب غلب ندير ليها السكاني وخا نخلص كل شيء. قال لك لا قال لك الا ما رجعتش الا ما رجعتش تبقى تما تخلص لي من الفلوس فهمتي. وما عارفين المراه ميته وباغيين يتاجروا فينا. سمعتيني اختي انا ما عنديش الله كيشهد عليا ما عنديش. البارح قال لك يحيدوا لي التنفس تموت. تنقول لهم واش حيه تيقولوا لي حيه ندخل نشوفها تيقول لك طلع عليها من الجاج. كتبان لك المراه هكا حد هكا زرقاء ثلاث في الصباح مع السبعه الصباح ما حلت عينيها ما كيخليهوش عام الجاج ما كيخلي حتى شي واحد يدخل عندها. انا اختي بغيت هاد المسؤولين يوقفوا معايا. انا بغيت سيدنا يسمعني. انا بغيت سيدنا يسمعني. يا ربي يا ربي تزوني في الماي ما نسمحش ليهم. انا دخلت اختي ما عندي حتى واحد ما عندي خواتات ما عندي خوت عندي هذاك المي ما هي اللي حط عليها الراس. سمعتيني وانا ما عنديش كنقول لي عندي فلوس واش نخلي امي نخلص عندهم. قولي لي يا اختي شنو ندير. انا والله دايره عمليه القلب انا براسي غنموت وشنو ندير مع هاد الناس اختي شنو ندير معاهم شنو ندير معاهم. قولي لي شنو ندير معاهم. ما عندي با ما عندي امي ما عندي حتى شي واحد عندي الله سبحانه وتعالى. تعدوا عليا هاد الناس. المراه عندها 4 غرام سكر وما مدخلينها تقول لي راه 4 غرام دفعوني ما عقلوش عليا حيت انا بوحدي ما عندي حتى واحد. هذاك الشيء علاش واحد كيلو عقل واحد نصور الطبيب يلحني الاخر ويقول لك حنا ما مسؤولينش حنا ما مسؤولينش. المراه ميته وشابعه موت راه شادينها عندهم. دابا اختي انا بغيت هاد الشيء يوصل للمسؤولين لسيدنا. انا بغيت هاد الشيء يوصل لسيدنا.